محاضرتنا اليوم عن الجزء الثاني من بلاتي المنفس لطلبة سنة ثانية تقنيات مختبرات طبية. أستاذ المادة الدكتور طالب عباس، كلية منارة للعلوم الطبية، اليوم 4/6/2020. هيمينو لبس نانا دوارف تابور، الدودة الشريطية القزمية. Smallest tapeworm infecting man، أصغر دودة شريطية تصيب الإنسان. Only human tapeworm that can complete its life cycle in a single host، الدودة الشريطية الوحيدة التي تكمل دورة حياتها في مضيف واحد. Humankind harbor both the adult and larval stages of the parasite، الإنسان يستضيف الطور البالغ واليرقي للدودة. Exception to the general rule that helminths do not multiply inside the body of the definitive host، هذه الدودة تستثنى من القاعدة العامة على أن الديدان المسطحة لا تتكاثر في جسم المضيف النهائي. Geographic distribution: most common tapeworm throughout the world, mainly among children، أكثر الديدان الشريطية في العالم خاصة بين الأطفال. Habitat: adult found in the ileum، تتواجد في الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة اللي يسمى بالإليوم. Morphology: adult is small 2-4 سنتيمتر in length، 2-4 سنتيمترات طولها. Scolex 4 sucking discs and short rostral lamb with hooks، mature segment، القطعة الناضجة والبالغة، البالغة والناضجة. The width is twice length، العرض ضعفي الطول. Each segment contain one set of female and one set male reproductive organs، include three ball-like testes and one ovary in between، يعني الجهاز الذكري متكون من ثلاث بخصى ومبيض واحد بينهما. Proglottides، proglottides are broader than long، عرضها أكثر من طولها مثل ما قلنا قبل شوي. Rarely seen in feces specimens، نادرا جدا ما يمكن ملاحظتها في العينة. Disintegrate in intestine، لأنها تتحلل في الأمعاء الدقيقة قبل أن توصل للمخرج. Eggs، the egg is the most often seen stage in the specimen، البيضة هي الطور الوحيد اللي ممكن ملاحظته في عينات البراز. It measures 32-47 مايكرو in diameter، هذه قياسات البيضة. And exhibit polar filaments laying between the axial and the hexacanth embryo، تظهر خيوط تتواجد بين الغلاف البيضاء والجنين السداسي الأشواك. اللايف سايكل، الديفينيتيف هوست المان أو الرودنس، تعرفون الرودنس الفئران. The intermediate host insect grain beetles and larva of flea، الدياجنوستيك ستيج embryonated egg in feces، البيضة الحاوية على الجنين في البراز. الانفكتيف ستيج أيضا نفس الشيء، embryonated egg. Mode of infection، طريقة العدوى وطرق العدوى. First direct، ingests eggs by contaminated food and water، تناول الماء والغذاء الملوث بالبيوت. ثانيا indirect pathway، طريق الغير مباشر. Accidental ingestion of infected arthropod intermediate host like rice and flour beetles in which cysticercoid larvae are released and develop into adult worms in the small intestine of the host، تناول المضيف الوسطي مثل خنافس الرز والطحين عن طريق الصدفة، حيث يتحرر الطور العرقي ويتطور إلى دودة بالغة في أمعاء في الأمعاء الدقيقة. أعزائي الطلبة، أمامكم هذه دورة حياة هذه الدودة القزمية، وبما أنه راح تكرر هذه مع كل الباراسايتس الموجودة، وأنا أراها في الوقت الحاضر هذه من الصعب أنه أنتم راح يعني ترتبكون بها وكثيرا، فأنا أرى أنه تطلعون عليها ما مطالبين بها. Pathogenesis: light infections are asymptomatic، العدوى الخفية تكون خالية من الأعراض. When large numbers of forms are present they may give rise to abdominal pain, diarrhea, headache and various non-specific symptoms، عندما تكون الإصابة بعدد كبير من الديدان ممكن أن تسبب ألم في البطن، إسهال وألم في الرأس. الهيمينو البسنانة can be deadly in children، الهيمينو البسنانة ممكن تكون مميتة
عند الأطفال والأشخاص الذين مناعتهم تكون ضعيفة أو ضعيفين المناعة. Dehydration can result from prolonged diarrhea. الجفاف ممكن أن ينتج بسبب الإسهال لمدة طويلة. Diagnosis, demonstration of characteristics OVA in the stool. التشخيص يتم من خلال بيوضها في عينات الخروج. Prolactites are not recovered because they undergo degeneration inside intestine. هاي من اللي بستنا دايمنوتا. Rat tapeworm. Non-human cystoid infection. Common parasite of rats and mice. Accidental human infection. هي دودة شريطية لا تصيب الإنسان وعادة ما تصيب القوارض حيث أنها نادرا ما تصيب الإنسان. Eggs spheroidal, yellowish, moderately thick-shelled egg. Contain hexacanth embryo. يحتوي البيض على جنين سداسي الأشواك. Measure 60 to 80 microns in diameter. And do not exhibit polar filaments. Filaments الموجودة اللي لاحظتوها ما موجودة هنا في هذا البيض. Laboratory diagnosis. Diagnosis is based on recovery and identification of the characteristic OVA in a formal ether concentrate of feces. أعزائي طلبة هذه دورة حياة ومرت عليكم دورات حياة أنا قلت لكم ما مطالبين بها إن شاء الله تقديرا لظروفكم. Diplodium caninum dog tapeworm هاي non-human cystoid infection. Diplodium caninum the double poor dog tapeworm mainly infects dogs and cats but is occasionally found in humans especially children. هذه الدودة الشريطية مثل سابقتها ما لا تصيب الإنسان إنما تصيب الكلاب والقطط لكن في حالات نادرة ممكن أن تصيب الإنسان وخاصة الأطفال. هنا المورفولوجي راح يختلف عن الديدان السابقة راح تشوفون. سكولكس conical shaped with four suckers. There is retractile rostrillum متحركة armed with four to seven rows of small hooks. مدعم بأربعة إلى سبعة صفوف من الأشواك. Segments القطع. Mature prolactite. Larger than broad. الطول أكبر من العرض. Pumpkin seed-like. تشبه بذور اليقطين. Have two genital pores. ثقبين تناسليين كل واحد بأحد الجدران. Open on each lateral margin. ينفتح على جهة جانبية كلا الجانبين. Has two sets of both male and female reproductive organs. موجود زوجين من الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية ومثل ما قلنا ينفتحون كل واحد منهم ينفتح على جهة من جهة جانبية. Each open at one side. كل واحد منهم ينفتح على أحد الجوانب. Gravid segments القطع الحاملة. Two uteri which break up into several egg capsule each containing several eggs. The number of eggs can range from 5 to 30 eggs. Round to oval مدورة إلى بيضوية and contain an oncosphere that has six hooklets. Hooklets يعني شويكات and present as egg capsule contain 5 to 30 or more eggs كما واضح في الشكل على اليمين. Diagnosis Detection of gravid segments look lice, rice, grains in the feces around the anus. هنا أنا في شيء جميل أنه قطع المحملة والناضجة البالغة تشبه حبات الرز بالبراز أو حول المخرج. Diagnosis is confirmed by microscopic examination. بهالحالة ممكن التشخيص يتم عن طريق المجهر الضوئي لعينات البراز and identification of the eggs ممكن التعرف على البيوض. Final host primarily canines especially dogs and accidentally feline cats and rare humans. Intermediate host lice and dog fleas. Infect stage for man سيستي سيركويد دورة الحياة هذه أيضا غير مطالبين بها. دايبيلوبوثيريوم لا تنفش تابورم هذه أول دودة شريطية أخذتوها أصغر دودة شريطية هذه أكبر دودة شريطية ممكن تصيب الإنسان. The cystoid dipylobothrium latum the fish or broad tapeworm the largest human tapeworm أكبر دودة شريطية تصيب الإنسان. الاسم الثاني اسم دودة الأسماك الشريطية.
geographical distribution diphyllomothriasis occurs in the northern hemisphere and in South America. مرض اللي سبب هذه الدودة ممكن يكون في نصف الكرة الأرضية الشمالي وجنوب أمريكا. Habitat adult worms in small intestine. Morphology: the scallop spoon shaped or spatulated. يشبه الscallop يشبه الملعقة أو الspatula بالمختبر شايفين. Scallop bears two slit-like grooved suckers called bothri. الscallop في شقين جانبيين أو خدودين على شكل شقين جانبيين. Scallop has no rostrum. هاي النقطتين مهم يعني في التمييز كلش واضحة. And no hooks, no rostrum and no mature segment. القطعة الناضجة broader than long, أعرض من الطول. The common genital opening, الفتحة التناسلية العامة, is situated, موجودة شوف بالتأشير, ventrally, جهة البطنية, and posterior, وفي الجزء الخلفي من الجسم, with reproductive system consist of two ovaries and posterior margin of segment. Vitellin gland, الغدة المحية, and testes, والخصال, are numerous and dispersed, منتشرة in segment, منتشرة في القطعة. الأوبا, ovoid, yellowish, مصفرة, بيضوية مصفرة, an embryonated ovum, ما تحوي على جنين. With operculum at one end, لاحظوا, غطاء البيضة موجود في جهة واحدة من البيضة, and a small knob at the other end. Larvae, prosercoid, found inside the cyclops. Cyclops هذا طبعا من المفصليات, the arthropod. وهذا من نوع من الأحياء المائية الصغيرة اللي تسمى بالزوبلانكتون, cyclops. وبعدين راح نشوفكم إياه. Prosercoid, infective stage, هذا الطور المعدي أو اللي يصيب الإنسان. Found in the fish, freshwater fish. في الأسماك التي تعيش في المياه العذبة, مش في البحرية, البحرية ما تعيش جديدة. Life cycle, the definitive host, several fish eat mammals, man, dog, cat and birds. The definitive host ممكن أن يكون الإنسان أو الكلب أو القطة والدب. The intermediate host, cyclops or diatomaceous. هذا نوع من الأحياء تعود إلى المفصليات الأثروبودا. الفريش ووتر فيش, بايك, سالمون أو بيرج, أسماك المياه العذبة, القطان والبني والسلمون وكثير من الأسماك. الأسماك البحرية ما وجدت بهذه الدول الشريطية لأنه الملوحة البحر عالية جدا. الدياغنوستيك ستيج, إكس أور بروغلاتايد إن فيس. المود أوف إنفكشن فور هيومنز, ingestion of undercooked infected fish containing pleurocercoid larvae. يعني هذه أكل السمك غير المطبوخ جيدا ممكن أن تسبب إصابة للإنسان بهذه دورة حياة هم غير مطالبين بها, بس رد أشوفكم الانترميديت هوست اللي هو السايكلوبس اللي تكلمت عنه الآن كهاي مات حيوانية في المياه العذبة والبحرية. سايكلوبوس. Pathogenesis. Diphyllobothriasis can be a long-lasting infection. Diphyllobothriasis يعني اسم المرض اللي تسببه هذه الدودة. Most infections are asymptomatic. كثير من الإصابات ما تظهر أي أعراض. 4 out of 5 are asymptomatic. 4 من 5 ما تظهر أعراض. Manifestations may include diarrhea, vomiting, and weight loss. So, هذه كلها مر عليكم. Vitamin B12 deficiency with pernicious anemia may occur. نقص فيتامين B12 الذي يؤدي إلى فقر الدم. Massive infections may result in intestinal obstruction. الإصابة الشديدة قد تؤدي إلى انسداد الأمعاء. Migration of proglotites can cause cholecystitis and cholangitis. التهاب المرارة والقناة الصفراء. Diagnosis, identification of eggs in the stool is the basis of specific diagnosis. And examination of proglotites fast in the stool is also diagnostic. انتهت المحاضرة طلابي الأعزاء, أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.